بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح الأنبياء. برادر عزیز مومنین کرام، شب جمعہ ہے، استجابت دعا کی رات ہے، تو یقیناً جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی فریاد میں اس کی دعا کو خدا سنے اور اسے قبول فرمائے، یہ ہر دعا کرنے والے کی تمنا ہوتی ہے. یقیناً خدا کا بھی وعدہ ہے قرآن میں: ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو جس طرح پکارنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح فریاد کرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح التجا کرنے کا حق ہوتا ہے. استجب لکم، میں تمہارے ان فریاد کو، استغاثے کو قبول کروں گا، یہ خدا کا قرآن میں وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. لیکن اس قبولیت کے دعا کے لیے شرائط بھی ہیں، آداب بھی ہیں. الحمدللہ کہ آل محمد نے یہ تمام آداب ہمیں سکھائے ہیں، یہ تمام شرائط ہمیں بتا دیے ہیں. اور عدم استجابت دعا وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. بلوانی مثال ایک حدیث کو میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ایک لقمہ حرام بھی انسان کے 40 دن کی دعاؤں کو، عبادتوں کو روک دے، قبول نہیں ہوتی ایک لقمہ حرام. تو استجابت دعا کے لیے لقمہ حلال واجب ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے شرائط ہیں، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ خود سلاح الانبیاء، انبیاؤں کے اصلیت کو تم تھامو، پکڑو. وجہ تشبیح کیا ہے، شباہت کیا ہے اس میں، اسلحے سے تشبیح دی دعا کو. اسلحے کا کام دفاع ہے، انسان کا اپنا دفاع کرنا ہے دشمن سے، دشمن کے حملے سے. اور یقیناً انسان اسلحہ مرنے سے پہلے رکھتا ہے، مرنے کے بعد اسلحے کا کوئی کام نہیں ہوتا. قبل ازلم، اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کرے، انسان کے پاس اسلحہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح بلاؤں کے آنے سے پہلے، پریشانیوں کے نزول سے پہلے، آفات کے آنے سے پہلے، انسان دعا کے ذریعے اسے روک سکتا ہے. میں مثال دوں یوں کہ ابھی الحمدللہ آپ سب صحت اور سلامتی کے ساتھ ہیں، ابھی سے دعا کریں: خدایا ان تمام بیماریوں سے مجھے بچا کر رکھنا. یہ ابھی سے دعا کریں، ابھی کہ آپ صحت مند ہیں. اکثر یہ سوچتے ہیں ہم لوگ کی صحت ہے لہذا صحت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، جب بیمار ہو جائیں گے تب صحت مانگیں گے. جب یہ صحت ہے تو اس کو برقرار رکھنے کی دعا مانگنی چاہیے کہ یہ صحت جو ہے نا ہمیشہ برقرار. اسی طرح اگر انتظار نہ کرے کہ غریب ہو جاؤں گا تو پھر میں دعا کروں گا خدایا دولت سے، دعا یہ کرو خدایا پروردگار یہ جو دولت ہے یہ ہمیشہ رہے، غریب نہ ہو انسان. تو دعا بلا کے نزول، آسمانی زمینی ان بلاؤں سے یا انسانوں کی طرف سے آنے والے شر، ان تمام سے پہلے دعا مانگنی چاہیے. دعا مانگتے رہنے چاہیے: خدایا آفات ارض، آفات سماوی، شر جن، شر ان سے ہماری حفاظت فرمائے. تو دعا میں یقیناً میرا اثر ہے، دعا میں طاقت ہے، دعا میں یہاں تک طاقت ہے کہ انسان کی تقدیر میں اگر کوئی چیز لکھ دی گئی ہے، اگر اسے مٹا سکتا ہے تو وہ دعا ہے. جس طرح جناب یونس کی قوم کے ساتھ ہی ایسا ہوا، جس طرح قرآن میں اس کا قصہ بھی موجود ہے کہ دعا کے ذریعے انہوں نے اس عذاب الہی کو ٹال دیا ہے جس کا وعدہ کیا تھا پروردگار عالم نے جناب یونس علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، لیکن دعا میں اتنی طاقت تھی کہ اس عذاب کو ٹال دیا. تو آئے میرے عزیزوں، متوجہ ہوتے ہیں تو آئے سمیر کی طرف، اپنے اپنے حاجات کو بھی ذہنوں میں رکھیں، جو مشکلات ہیں اس کو بھی ذہنوں میں رکھیں، اور پھر خصوص بانی ہے دعائے کمیل
ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے دعائے ہنر کو منعقد کیا ہے پروردگار اس مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور دعا کیجیے شب جمعہ ہے اپنے اپنے مرحومین کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پروردگار ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور دعا کیجیے کہ پروردگار مولا امام زمان کے حضور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں مولا کے یار و انصار میں شمار فرمائے، دعا کیجیے کہ علماء حق علماء برجستہ مجتہدین عظام کو صحت و سلامتی اور کامیابی عطا فرمائے. آئیں میرا جزو دعا ہنر کا آغاز کرتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي خلقت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أنسان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. استجابت الدعاء کے لیے يا نور يا قدوس يا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحفظ الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تكثر الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل بلا اللهم اغفر لي كل ذنب اغلبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستجمع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال قاسم متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني
بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب فهمك وجهت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك گناہوں کی مغفرت کے لئے بآواز بلند ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من خطيئة سكنت وكم من قادح من البلاء أكنت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه تضعت وكم من ثناء الجميل لست اهلا له نشرت. اللهم عزم بلائي وابرك في سوء أحالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعض أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي. وأسألك بعزتك أن لا يحجب عن فتوائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في صلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريقي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عفوا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كيف ضري والنور في أمري. إلهي ومولاي
أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترف فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده وقال انقطع وأوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا اجد مقرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبول عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ظلمي وفكني من شد وساقي ووازق الآن يا رب العالمين ضعف بدني يا رب العالمين ضعف بدني يا رب العالمين ضعف ورفقة جلدي ودقة عظمي يا من بلى خلقي وذكري وتربيتي وبري وتقويتي قبلي لابتداء كرمك وصالح بلك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكره واعتقده ضميري من حكمه وبعد ذك اعترافي ودعائي خاطئا لربوبيته هيهات أنت أكرم من أن تضيع من رميت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من قضيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي
أتسلط النار على وجوه الخراب لعظمتك الساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك المادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك مهوسكة وعلى سماء راحت من العلم بك استنصارت خاشعة وعلى جوارح سعد إلى أوطان تعبدك صائعة وأشارت باستغفارك مضعنا ما هذا الظن به ولا أخبرنا بفضلك عن استجابة دعاك لي يا كريم يا رب يا يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليلي من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل نفسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تزول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطه وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي وكيف لي وأنا عبدك وعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكر ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أملك للبلاء ومدته فلئن سيئتني للقربات ما أعدائهم وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقه وهبني صبرت على حد نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوه
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا تجن إليك بين أهل هذا الرجال آمنين ولا أصرخن إليك صراخ المستسرقين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمل العارفين بواز بلال يا غياب يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجنا فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين جراحها بجرمه وجريرتي وهو يضج إلينا زجيج مؤمل لرحمتي ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أن كيف تؤلمه النار وهو يحمل فضلك ورحمتك أن كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أتفاقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيها ما ذلك ظن به ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برعك واحسانك وباليقين أقتر لو لما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إثلاث معاددي لجعلت النار كلها بردا وسلاما
وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حسمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة پروردگار پروردگار آج کے رات اور اسی لمحے تمام گناہ تمام معصیت جس کا میں انزن مرتکب ہوا جس کا میں سہون مرتکب ہوا جس گناہ کو میں نے علل اعلان انجام دیا جس گناہ کو میں نے چھپا کر انجام چھپ کر انجام دیا خدایا وہ گناہ جس کو کرام الکاتبین لکھ چکے ہیں خدایا وہ گناہ جس پر دواں میں آزاد جوار گواہ ہے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا آج کی رات اور اسی لمحے ان تمام گناہوں کو معاف فرما ان ذهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أغلبته وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أغفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بعز ما يكونوا مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرفيق علي من ورائهم والشاهد لموقفي عنهم وبرحمتك كفيت وبفضلك سكنت وأن توفر حزني من كل خير أنزلته أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره گناہوں کی مغفرت کے لیے خلوص دل کے ساتھ يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي
يا من بيده ناصيته يعني ما هم ضري ومسكنته يا قديرا بفقر وضاقه فرودقار فرودقار تمام المؤمنين ومؤمنات فرشاني انظر برما تمام مؤمنين ومؤمنات جهاد شهاد روا برما فرودقار جو بمريض ابن مريض مرضان منظور ومنظور سب كحك السلام جهاد برما خدای استجابت دعا چلا دے تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کے یہ ایام جناب زہرا کے پروردگار بے حق جناب زہرا شب جمعہ ہے یقینا تمام ہے مسجدوں میں امام بارگاہوں میں حرم میں ائمہ میں یقینا دعا کمل ہو رہی ہوگی خدایا خدایا بے حق جناب زہرا ان تمام دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما پروردگار یا رحم الراحمین پانی دعائے تو میں جناب راحیل الحضا پروردگار ان کے جو حاجات ہے روا فرما جو بھی پریشانیاں دور فرما خدا اس کا ثواب ان کے والدہ مرحوم جناب اعمال میں درج فرما ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے خلوص دل اور یقین کامل سے کر باو سے بلند یا يا رب يا رب يا رب يا يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة خدایا پروردگار تمام مؤمنین مؤمنات کے نیک اعمال بحق جناب زہرا و ابیہا و بعل و بنیہا قبول و منظور فرما پروردگار حج بیت اللہ ائمہ اطہار کی زیارات ہمیں نصیب فرما تمام مسافرین کے سفر کو بے خطر فرما پروردگار تمام مومنین و مومنات کے انجام بخیر فرما حتى تكون اعمالي و اورادی كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمتا يا سيدي يا من عليه معول يا من إليه شقوق وحوالي دعا كده میرا عزیزو شب جمعہ ہے استجابت دعا کی رات ہے دعا کر ان دہشت گردوں کو ان خون خاروں کو جو دشمن ہے مسلمانوں کے جو دشمن ہے مظلوموں کے جو دشمن ہے مکتب اہل بیت کے پروردگار اگر یہ لوگ قابل اصلاح نہیں ہے ان کو نیست و نابود فرما اے پروردگار جس طرح تو نے قوم نوح کو عذاب سے برباد کیا قوم ہود کو قوم صالح قوم لوط کو جس طرح برباد کیا خدا ان دہشت گردوں کو ان خونخاروں کو برباد فرما خدایا وطن عزیز پاکستان کو امن و ترقی و استحکام عطا فرما پروردگار مولا امام زمان کے حضور میں تعجیل فرما ہم امام زمان جیار و مدنگار بے شمار فرما پروردگار تمام مومنین مومنات دعاؤں کو قبول فرما ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے دشمنوں کی بربادی کے لیے
استجابت دعا کے لیے بابا سے بلند یا رب میرے یا رب میرے یا قض على خدمتك جوارحي واشد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اسرع اليك فيما يرضي للسابقين وأسرع إليك في الفارقين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأتلو منك تلو المخلصين وأخاف مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرشد ومن قادني فسد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأقصهم زلفة لك فإنه لا يناه ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني في ذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابة خدا يا تیرے ہی احسانات ہیں تیرے ہی مہربانی ہیں پروردگار خدا يا ایک مہربانی اور کر دے ایک احسان اور کر دے وہ کیا ہے ومن علي بحسن إجابة خدا يا جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہے خدا يا اسے قبول فرما کر ہم پر احسان فرما فرزقات تمام امنی مومنات دعاوں کو مستجاب فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما دعا تجھے میرا جی جو ہمارے گردنوں کا حق ہے علماء پر جسا مستجن عظام کے بارے میں دعا کرتے رہنے کہ ہمارے لئے حکم بھی ہے پروردگار یا رحم و رحمی تمام علماء حق علماء پر جسا مستجن عظام اور فی الاخر حضرت عیت اللہ خامنائی کو خدا صحت و سلامتی اور طول عمر و کامیابی عطا فرما ومن علي بحسن إجابته وأقل لعثرتي واغفر ذنبي فإنك قويت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدوئك وزمعت لهم الإجابة خدایا تُو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے وزمعت لهم الإجابة دعا قبول کرنے کی ضمانت بھی دی ہے جب ایسی بات ہے فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَسَبْتُ وَجْهِ خدایا میں تیرے طرف متوجہ ہوں وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ خدا چلے آگے اس گناہگار ہاتھوں کو امید کے ساتھ میں نے پھیلا دیا فبعزتك
خدایا تجھے تیرے عزت کا واسطہ ہے، عزت کا صدقہ ہے، استجب لی دعائی، میری دعا کو قبول فرما۔ خدایا ہم سب کے دعا کو قبول فرما، وبلغنی منایا اور مجھے میری منزل تک پہنچا۔ خدایا ہم سب کے تمام مرادوں کو پورا فرما۔ ولا تفنا من فضلك رجائی، خدایا نا امید نہ ہونے دینا مجھے اس فضل سے، اس مہربانی سے جس سے میں نے امید لگا رکھی ہے۔ خدایا تم سے جو امید لگا رکھی ہے اس میں مجھے نا امید نہ فرما۔ واغفر لي شر الجن والانس من اعدائي، پروردگار جو بھی جنوں میں اور انسانوں میں ہمارے دشمن ہیں خدایا ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے بابا سے بلند خلوص دل کے ساتھ، یا سریع الرضا، اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تشاء۔ اے مریض والو، جن کے گھروں میں اسپتال میں کوئی مریض میں جب ابن مریض لا علاج مریض ہو، دعا کیجیے اللہ حق بیمار کربلا، بحق عظمت شب جمعہ، بحق عظمت دعائیں کمیل، بحق محمد و آل محمد ان تمام مریضوں کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما۔ خدایا پروردگار ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ تمام مریضوں کے صحت و سلامتی کے لیے والد محترم کو بھی ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے، ان تمام مریضوں کے صحت و سلامتی کے لیے خلوص دل اور یقین کامل کے ساتھ آواز بلند، یا وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وطاعته غناه، ارحمنا نأس ماله النجاة، وسلاحه البقاء، يا صابر النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل به ما ظننته، ولا تفعل بما أنا أهله، وصلى الله على والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.